كيفاش بديت في الموندو هذايا وشنية بلاصة الوردية بالفيو في الخماضة هذايا الكل اسكو هي اللي كان اللي بديت بيك ولا انت بديت بها؟ هي بديت بها شنو ما انا باش نفهم بها بيه. انا كنت صغير بابا كانت عنده بلاي ستيشن فهمتني بعد سكرها خلى يونيتي سنترال هذيك يعني فما ديكرون يونيتي سنترال كي روح هو باليونيتي سنترال حتى في الدار حليتها نلقى برشا فيلم برشا موزيكا كوقتها كانت ب 1500 تصب برشا موزيكا ديت نسمع فهمتني كنت نعاد 50 سنت 50 سنت بل والله صغير ما نعرفش لونجلي مانيش وحدي صحيت ما نفهمش لونجلي بديت نفهم في الميلودي كيفاش تك تك وكاو بعد نسيت بعد جد الثورة برشا بدي الترابي وانا صغير كوقتها ما حبيتش الرابي حسيت الناس كل ترابي استنى استو قديش عمرك في وقت اللي جيت الثورة؟ تو عمري 24 نعرفش ما حسبتش اوكي حسيت شد الحساب ما حبيتش حسيت الرابي بعد ديت مش الرابي 2018 عملت كوليكتيف صغير فهمتني ما قعدت الحكاية 6 شهور بعد خرجت لفرنسا خرجت لفرنسا بعدت على الراب جملة نخدم وسون بابيي ودنيا 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 برشا مشاكل من غير ما ندخلوا في الديتاي بعد 2020 جات الكورونا وقفت الدنيا قعدت في الدار فهمتني مش تعمل مش تعمل مش تعمل مش تعمل تفرج في رابيريا تفرج في عبيد ترابي قلت انا عندي نورمالمون شويه بوتنسيال يعني كان هذوما يعني بكل احترامي للعبيد يعني فما عبيد ما تستحقش وصلت فهمت قلت كان انا عندي شويه نجم نوصل يعني نورمالمون والحاجه المزيانه عندي شكون طردني انا يعني في فرنسا طردني مد لي دبشي في كاردونا فهمتني كاردونا هذيك نقبتها وحشت فيها ميكرو واحد وحطيت مريا والخلعه ايزولاسيون بديت نهبط في الموزيك وعافي في حاجه من بيا من الاول فهمتني نقف معايا كنت نبعث له هو يماستر ماكسيم يبعث لي نهبط بعد مشيت الحكايه فهمتني بعد وخليت روحي كيما انا فهمتني خليت روحي كيما انا لقيت الفلو وحده ماشي الكلام يجي وحده ديما نسال احنا مع وسيم على البروسيس كرياتيف كيفاش معناتها تبدا تكتب ولا تجيب موسيقى وكلام مع بعض صدقني سهل انا رافعه سهل فهمتني ناخذ الميكرو تك 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 نقول شنو باش نقول اما الاصعب هو المسؤوليه وقت اللي العباد تتبعك فهمتني شنو هو يعني باش تحكي كيما تو في المنبر هذا فهمتني شنو باش تحكي سهله تجيب لاتونسيون تاع العباد تعمل حاجه بيزار تعمل شعرك درك فيها العباد باش واو هذاك ما بعد شنو باش تحكي فهمتني مثلا انا في الحومه برشا صغار يعني برشا صغار يتعديهم من المكتب انا ما نخرجش العشرة بتاع الصباح ولا ربعة مش ما نخرجش نخرج برشا صغار محليهم فهمتني حاجه مش حاجه ما تتوصفش نو خاطر احنا في الورديه ما عندناش برشا فهمتني عندنا طارق بعلوش عندنا فوزي رويسي كورجي كبير فهمتني عندنا اسامي صغيره ما في جينيراسيون جديده ما فهمهاش انا ولاد حومتي تو قبل ما نجي كنت في الحجيم صح صح بالاحسن فهمتني قال لي ستو عبشي هو الحجيم بالاحسن شفيريتي فهمتني قال لي ستو يعني انت الوحيد سلكتها فينا فهمتني مش سلكتها فيهم يعني عملت شويه ذو خاطر انا ما كنتش مصدق قبل باش نوصل هكا نحكي ومرا كيف بارك الله تحكي معايا وسيم احلاكم يعني تحكيوا معايا خاطر جيت ملحومه فهمتني تو نلقى روحي لهنا وذو فازيت محلاها يعني الحياه الحوت فوقك صاحبي حوت عليك حوت عليك خويا الوردية اسكو اليوم ترى روحك تقعد في الوردية ولا اكبر من الوردية ولا الوردية اكبر من الناس الكل با سؤال مزيان فهمتني الوردية فايسة فهمتني ومراش روحي باش نقعد فيها يعني باش نولي نسكن ديما في الوردية خاطر لازم تبعد شوية فهمتني خاطر متجمش تقعد غاديك فهمتني حتى العبيد ديما تمشي الغادي وديما ترجع لحومتي كان راني سريع من المشكل الشعبوية في حومتي نخت في حومتي عنا دارنا ملك ونعيشوا في الحومة وجونا بيه وعندي بابا ربي خليهولي عندي راجل يعني في الدار وعندي برشا اخوات رجال في الحومة مي ما نجمش نقعد برشا غاديك خاطر الانرجي ماهيش هي فهمتني كي تولي تقعد برشا الانرجي ماهيش هي انا ما غاديك خديت الحاجات الخايبة ورديتهم باهيين اما حياتي الكل نقعد نموت على خاطرها فهمتني يعني الوردية ترجع للتوب فهمتني وانا نحب كي نموت فهمتني ان شاء الله تتسكر يا حومتي الكل حابة تتسكر فهمتني بحذنا زليز ديجا حابة تتسكر فهمتني اما فوتنا الوردية طورا فوتنا الوردية يسمع فينا في القصرين بارتو فهمتني جونا بيه اي ذاك شو نقول لك انا ستو انت قبيلة حكيت لنا على خارجتك لفرنسا ورجوعك لتونس اسكو اليوم ستو يحلم بكاريير انترناسيونال بيان سور وقاعد يخدم عليها فهمتني بلا ميساج نوجهو للعباد فهمتني كي تبدا عندك فيزيون مش لازم الناس الكل تعرف يعني تمن بها خاطر انت بركة عندك الفيزيون دي كل واحد عنده فيزيون يعني ما تحكيش برشا حكاياتك ما تشاركش
مش الناس كل تحكي معها، مش الناس كل تحللهم الباب وتبرتجي معها، مش نوع تحب تعمل ولا ما تخلي حتى حد يشكك في روحك، خاطر انت ديجا شكك في روحك في البروسيس، فهمتني؟ تخلي حتى حد يشكك في روحك و stay focused، فهمتني؟ خليك مركز، ما يهمك في حد شيء، خليك مركز وكهو. خليكم انتم زيدا مركزين معنا. مش نتعديو الفاصل الغنائي، مش نتعديو تراك من تراكات ستو، ومن بعد نعاودو نرجعو سيغ بلاتو باش نكملو نحكيو ونحاولو نفهمو اكثر الفيزيون تاع ستو. سوا ما نقولن عليه برشا حاجات خاطر ما يحبش يديفوالي كل شيء. موزيكا ونعاودو نرجعو.